ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه، يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياء أو خجلا حرم عليك قبول. وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس، يرى مع الشخص شيئا يعجبه فيأخذ يقلب، ما شاء الله ما أحسن هذا، هل يوجد هذا في السوق، من أين أخذته، نعم أنا لي مدة وأنا أدوره ما وجدته، نعم ماذا يريد؟ يريد أن يقول بس ما بقي إلا أقول أعطني إياه، فهذا فيه إحراج. فإذا أهدى إليك هذا الشيء وأن تعلم أنه إنما أهدى إليك حياء أو خجلا حرم عليك قبول. لا تقل هو أعطاني إياه وأنا لم أجبره. ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأشعريون خافوا أن لا يبارك لهم بهذه الإبل، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه.